مدينة منكوبة تركت لتواجه مصيرها، حرب ضروس أتت على ربيعي الموصل وأحالتهما خريفا قاحلا، ثم ترك أهلها يلملمون شتاتهم في أحياء تحول الكثير منها إلى أثر بعد عين. هل هي هاي دولة ساعدت فقير أم دولة محاصصة صارت؟ كل من يريد اللواء تركوها للموصل، وخاصة الساحل الأيمن، لا إعمار ولا تنظيف ولا أحد جازار العوائل الفقيرة. أشن يرجع الآدم الفقير على مكانه؟ يعني ما صبراح، شنو السبب؟ تسبب من جوع طرحنا، أخويا واحد وأخويا الأخ اثنين وبنقد في وضخ، هذا التتبية يعني تلح حوار تغبيه وتجي تذبحه وتتألم عليه، يعني هذا فتحت عينك كبير عندك تعبت عليه صاب متوسط، والله العظيم يجي بالحزهر ويدرس. خذلان وخيبة أمل كبيرة لدى سكان المناطق المنكوبة وفي مقدمتها الموصل، جراء عدم تضمين الموازنة المالية للعام الحالي 2021 أي فقرة تتعلق بتعويض المواطنين عن الدمار الذي لحق بمنازلهم ومتاجرهم ومصادر أرزاقهم وفق ما أكد مرصد أفاد. وقال المرصد إن الموازنة التي قدمتها الحكومة للبرلمان تضمنت تعويضات لشرائح أخرى أقل أهمية من الملف الإنساني والأخلاقي الأول في العراق بإقرار الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مشروع قانون الموازنة تضمن جملة من المخالفات ومثل جريمة صامتة بحق المناطق المنكوبة لما حمله من تمييز واضح بين المحافظات ضمن نهج حكومي اعتاد العراقيون عليه منذ سنوات. دعم ماكو، هاي وحدة. ثاني شيء عندنا متضررين احنا ببيوتنا، جامات السطح هسه مو فوق مضروبين، هاونات مو فوق، هذا كله على حسابنا الشخصي احنا اللي سويناه. يعني لا دعم حكومي، هاي السيوف الانقاذ هاي كلها لا بلدية تيجي تنظف، لا ما يكو، لا كهرب، لا غاز. اول شيء هسه انا ببرد، هل الحكومة او احد المسؤولين جاء زار المنطقة؟ لا، لا مسؤول، لا مرشح، لا محافظ، لا اي واحد ما جانا، ولا قائم مقام، اي واحد ما زار هالمنطقة هاي. ادخل هالمنطقة هاي ما عرفش بيها، ومع العلم المنطقة أهلها فقاهي بسطاء، ناس على قدم، عايشين على قدم، بيوتنا عن عمر بينا، تفضل هذا الجاس وهاي البنية عن عمر بيوتنا، بدنا على لحم وسطونا ما عدنا. وبموجب كل القوانين المحلية والدولية فإن السلطات تتحمل مسؤولية الإخفاق في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم، وهو ما فشلت به حكومة نور المالكي التي غادرت بفاتورة كبيرة من الجرائم والانتهاكات المروعة عدا عن مستنقعات الفساد، وواصلت الحكومات التي تلتها الإهمال والتجاهل المتعمد لهذه المناطق التي تعيش واقعا مزريا وتدفع فاتورة باهظة لفساد وفشل حكومي مزمن.